بيحكي عن قصة زي مثلا الكلب بتاع المطرية اللي الدنيا اتقلبت عليه على مدى الساعات اللي فاتت دي. حد بيحكي عن قصة مثلا فيها قسوة شديدة جدا ضد حيوان أو على حيوان، والناس كلها كانت بتهاجمه. ومثلا واحد تاني دخل عن حكى عن قصة رحمة جدا بحيوان، فالناس دخلت برضه هجمته وقالت له هو البني آدمين عاملين إزاي لما أنت هتعطف على الحيوان يعني. الدكتور مبروك عطية دايما له كلمة في الحقيقة، أنا يعني بقدر الكلمة دي جدا في كل الموضوعات اللي بنناقشها، إنك يقول لك إحنا نرجع للأصل. وإحنا هنا بنرجع للأصل في فكرة التعامل مع الحيوان عموما في الدين. إيه هي التعامل مع الحيوان ده؟ يعني إنك تعطف عليه، ولا إنك تضربه بالنار وتعذبه، إنك تربيه؟ في ناس تختلف. مثلا دكتور مبروك عطية كان له أكتر من موقف واضح بخصوص ما يرتبط بالكلاب، لكن طيب لو ربيت أي حيوان تاني، علم النفس بيقول إن ده بيساعد على العيال تبقى متوازنة، وإنه بيدي للناس مثلا الوحيدة بيدي لهم نوع من الونس. نرجع للأصل. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أشكرك. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. ممكن نرجع للأصل في مسألة التعامل مع الحيوان جد. الأول يعني جد. قبل ما نتكلم في حالات بعينة. جد. عايز بس أقول إضاءة صغيرة إن هذا الدين يساوي كده الرحمة. الرحمة في هذا الدين مرتبة. يعني واحد الرحمة بالإنسان، حتى بعد صفحتين الرحمة بالحيوان، حتى صفحة ثلاثة الرحمة بالجماد، ودليلها في البخاري الحديث على إيدك الشمال، يقول إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيخطب في الناس يوم الجمعة وهو راكن على جذع نخلة، فسمع الناس حنينا لهذا الجزع عندما صنع له صلى الله عليه وسلم منبر، فنزل من على المنبر وضم الجزع إلى صدره حتى هدأ، ثم قال ارفعوه في سقف المنزل كرامة له لأنه ذكر الله عليه. فأفاد العلماء من هذا الحديث الشريف العظيم جدا أن رق صلى الله عليه وسلم للجماد، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد ناس كانوا محترمين جدا، ولكن كان في حاجة ظنونا غايب عنهم أن هم مشيلين جمل فوق طاقته، فراح لهم لغاية البيت بيتهم سيدنا محمد وقال يا إما تشيلوا الجمل بتاعكم على قده على قده يتبعوه لي أرحمه منكم أشتريه منكم. الدين ده كده خطبة جمعة تحس الناس على الرحمة، ها بترتيبها بقى بالإنسان بالحيوان بالجماد. تقول بمناسبة الدراسة والترم الثاني اللي هيهل إن شاء الله، العيال اللي بتفتح الكتاب بطريقة عنيفة تقول له هذا ليس من الإسلام، يبقى علمته شيئا، ولكن ترفق بكتابك اللي هو هيعيش معاك اللي هو اللي هو اللي هو، لأن دينك ده دين الرحمة. خطبة الجمعة بقى حبيبي بتختلف عن الفقه. يعني إيه؟ الفقه بقى أناتومي تشريح. يعني طبعا نقول بقى حلال حرام يجوز، ده مش خطبة الجمعة.